مشاهدينا الكرام، معنا هاتفيا من عمان الكاتب والباحث السياسي سيد حسين العليان، مرحبا بك. إذا العبادي أعلن التزامه بالعقوبات الأمريكية على إيران ولكن على كره، هل فعلا سيمتثل العبادي لقرارات الأمريكية هذه العقوبات؟ يعني أنا استمعت للتقرير و الموقف العراقية هي في موقف لا تحسد عليه، هي يعني يتنازعها موقف الأمريكي والموقف الإيراني. أنصار إيران بالتأكيد هم مع رد الجميل للدعم الإيراني لتلك الميليشيات والأحزاب التي تسيدت المشهد العراقي، وبالمقابل أنصار الولايات المتحدة الأمريكية ومن تضرر من السياسات الأمريكية سيقف مع الولايات المتحدة. إذا هذا العراق اليوم تتجاذب قوتين، وأي اصطدام اقتصادي عسكري بين الولايات المتحدة فسيدفع العراقيين الثمن الأكبر بهذه المواجهة، وسيعود العراق مسرحا للتجاذبات الأمريكية الإيرانية. في المقابل إيران طالبت العراق بدفع ما سمتها تعويضات عن حرب الثمانينيات، كيف تقرأ هذه المطالبات وتوقيتها الآن مع العقوبات الأمريكية على إيران؟ يعني هذه ليست أكثر من محاكاة سياسية، لا أحد يستطيع أن يدفع لإيران دولارا واحدا قبل ما يعني تناقش مسألة ينفتح ملف الحرب الإيرانية العراقية مجددا، وبالتالي هذه تخضع لتجاذبات طويلة عريضة لا تنتهي. اليوم العراق كله هو لقمة فائضة بيد المشروع الإيراني أو المشروع الأمريكي كلاهما، وبالتالي هي ليست أكثر من وسائل ضغط وممحكات سياسية. يعني لا أحد سيدفع، هذا العراق مبتلى ومدين. الولايات المتحدة من جهة تود الاستيلاء على ثرواته العشرين سنة قادمة، وإيران تود أن ترتب عليه تعويضات أيضا تحتاج إلى العشرين. يعني إحنا في حالة استباحة لكل الطرفين ليس أكثر، ولن يحصل أحد منهما إلا بمزيد من يعني الاستباحة والفوضى في العراق. هم حصلوا مكاسب خلال 15 سنة اللي فاتت تتجاوز تعويضات إيران وتتجاوز حتى مصاريف أمريكا، كلها طلعت من ظهر العراق في الأخير. الميليشيات التابعة لإيران في العراق صرحت ودعت إلى دعم إيران، وأن هذا الوقت يجب أن تدعم فيه هذه الميليشيات وتؤدي الدين الذي عليها كما تقول هذه الميليشيات. هناك من يرى أن العراق الآن سيكون الحديقة الخلفية لإيران للإفلات من العقوبات الأمريكية، إلى أي مدى ترى إمكانية تحقيق ذلك؟ هو حديقة خلفية من 2003 وليس من الآن يا أخي الكريم. نعم، هو حديقة خلفية من وسيبقى كذلك يعني طالما الوضع العربي بهذا الانحطاط وهذا الهرولة عند الأمريكي والإسرائيلي. بالتأكيد هذا العراق لن يتعافى إلا إذا تعافى محيطه الإقليمي عربيا يعني. نعم. أما إذا بقينا مستباحين بين التركي تارة وبين الإيراني تارة وبين الأمريكي تارة والأعراب أعراب أمريكا، هم مثل مع أمريكا يعني لم يقدموا للعراق شيئا، بالعكس هم ساهموا في تدميره يعني. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان.